أشجع الناس من هو؟ من غلب هواه. أعدى أعدائك من؟ نفسك التي بين جنبيك. هذه هي العدو الأكبر، هذه هي العدو الأخطر. لماذا؟ لأن كل شيء مرهون بهذا العدو. إذا تمكنت أن تخضع هذا العدو، أن تصلح هذا العدو، تعيش بأمان. وإذا لم تتمكن أن تخضع هذا العدو، في حياتك عناء، وفي الآخرة شقاء. هذه النفس تهذيبها، إصلاحها، تعديلها، اللي حقيقة عملية كل الشاقة، لذلك أطلق عليها في لسان الأخبار الجهاد الأكبر. الإمام صلوات الله عليه يقول في الجهاد الأصغر: فمرة لنا من عدونا ومرة لعدونا منا. المؤمن يجب أن يعيش 80 عاماً، 30 عاماً، 40 عاماً في حالة حرب مستمرة مع هذه النفس. مرة ينتصر على ذاته، ومرة والعياذ بالله تنتصر عليه ذاته. ولذلك إن تراجعوا في أخبار الشهادة في البحار، الشهيد إلى أنواع: شهيد يموت في ساحة المعركة، هذا شهيد. من جملة الشهداء المؤمن الذي يموت مجاهدا لنفسه، هذا أيضا شهيد. وهذا أكبر من ذلك الشهيد، لأن تلك الشهادة لحظات، ساعات، أيام، بينما هذا الرجل اللي 80 عام يعيش في كل لحظة، أكو هنالك نزاع بين النفس وبين العقل. نفسه تجره إلى هذا الجانب، وعقله يجره إلى ذلك الجانب. هذا الإنسان عاش في ساحة المعركة 80 عاماً. الذي ينتصر في الجهاد الأصغر، يعني هذا الشهيد اللي يقتل في جبهات القتال، هذا لماذا استطاع أن يخوض الجهاد الأصغر؟ لأنه نجح في الجهاد الأكبر. إذا ما كان ينجح في هذا الجهاد الأكبر، ما كان يتمكن ينجح في الجهاد الأصغر. إذا ما كان ينتصر على ذاته ويسحق أهوائه، شلون كان يروح في ساحة المعركة ويقتل ويقتل؟